السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم احمد ايهاب، حاصل على بكالوريوس اثار جامعه القاهره. برحب بيكم في فيديو جديد من قناه حكايه اثار. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حدث مهم جدا حصل يوم الاحد الموافق 15/10/2023. قبل الدخول في موضوع الحلقه، حابب اطلب من حضراتكم تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومتابعه صفحه الفيسبوك، لان ده هيساعدني على تطوير المحتوى ان شاء الله. نرجع للحدث بتاعنا. تم اكتشاف جبانه كبار موظفي وكهنه الدوله الحديثه بمنطقة الغريفة بطون الجبل محافظة المنيا، واللي حصل ان تمت دعوة المصورين والصحفيين من السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في حضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وبحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. واللي زود من أهمية الحدث ده، وفقا لكلام الدكتور مصطفى وزيري، ان البعثات الأجنبية بتدور لعشرات السنين عن جبانة الدولة الحديثة دي في المنطقة اللي ذكرناها، وهي منطقة الغريفة بمحافظة المنيا، وفشلت كل البعثات في انها تلاقي الجبانة دي. والحمد لله قدرت البعثة المصرية اللي بدأت شغلها في شهر اغسطس اللي فات انها توصل للجبانة دي. والجبانة كانت عبارة عن مقابر منحوتة في الصخر. مش بس كده، ده كمان لقوا جواها مئات القطع الاثرية من الحلي والتمائم وتوابيت الخشب والتوابيت الحجرية، واللي كان جواها طبعا مومياوات وكذلك بعض تماثيل الأشب. وهنا هيجي دوري في توضيح بعض المصطلحات الأثرية اللي تم ذكرها وفقا من الدكتور مصطفى وزيري، زي مصطلح كلمة جبانة وهو معناه المقبرة الجماعية. أما بالنسبة لكلمة أشبتي، فالأشبتي زي ما هي ظاهرة قدام حضراتكم في الصور، هي عبارة عن تماثيل بتاخد شكل الموميا، وغالبا بتتعمل لصاحب المقبرة، وأحجامها بتكون صغيرة، وكانت بتصنع من الحجر الجيري أو الفيانس أو الخشب او البرونز او الفخار المحروق. ومنين جت تسمية كلمة اشبتي؟ بترجع لمصطلح وشب، وهو مصطلح في اللغة المصرية القديمة ومعناه يجيب او مجيب. وكلمة اشبتي بالصفة العامة معناها المجاوبين. وجت فكرة وضع المصري القديم للاشبتي لحاجتين: رقم واحد، ايمانا منه بالبعث والخلود، فكان بيعتقد ان التماثيل دي بتقدر ان هي تخدم صاحب المقبرة وزوجته في الحياة الاخرى، والحاجة التانية كان بيعتقد انها هتقدر تساعده بشغلها في عملية الزراعة في العالم الاخر. وكان بيتكتب عليها كتابات الموتى، وده كان التوضيح لمصطلح اشبتي ببساطة. ووفقا لتصريح الدكتور مصطفى، كانت الاشبتي لشخصيات بتدعى هجوتي مس، واللي بيحمل لقب المشرف على تيران معبد امون، والسيدة تدعى ناني، واللي بتحمل لقب منشودة حجوتي. وحجوتي هو الإله اللي كان بيتم عبادته في منطقة الأشمونين في الإقليم الخمستاشر. والغريب إن المنطقة دي، وهي الإقليم 15 وهي محافظة المنيا، كان دايما بيتم العثور فيها على مقابر تعود لعصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول وعصر الدولة الوسطى، ودي أول مرة يلاقوا فيها حاجات تعود لعصر الدولة الحديثة في المنطقة دي. وكمان لقوا أواني كانوبية، ودي باختصار أواني بتصنع على أشكال أبناء حورس، والهدف منها هو حفظ أعضاء المتوفي للحياة الأخرى، وليهم أربع أشكال زي ما موضح قدام حضراتكم في الصور، وأسميهم حابي، وده لحماية وحفظ الرئتين، وإيمستي، وده لحماية وحفظ الكبد، دوامت إف، وده لحماية وحفظ المعدة، وقبح سنو إف، وده لحماية وحفظ الأمعاء. وفي حاجتين مهمين حابب أقولهم لحضراتكم قبل ما اقفل الحلقة. والحاجة الاولى انهم لقوا دفنة لسيدة تدعى دي اسا بنت اريت حرو، وده كان كبير كهنة الاله حجوتي اللي كان بيعبد في الاشمونين زي ما ذكرت حضراتكم، ولقوا صندوقين فيهم اواني كانوبية خاصة بيها. وهنلاقي ان التابوت عليه رسومات والوان زي ما هي، وطبقة الكرتوناج اللي تمت صناعتها زي ما هي محطوطة، وهنلاقي ان الخشب مفرغ بدقة عالية جدا، وكذلك محتفظ بالألوان والرسومات والكتابات زي ما هي. وتاني حاجة مهمة كانت، بعد 3 برديات كاملين اتلقوا في سقارة، قدرنا ان احنا نلاقي البردية الرابعة بشكل كامل، واللي بيصل طولها من 15 ل 18 متر، وان شاء الله الدكتور مصطفى اكد انها تتحط في المتحف الكبير، ومكتوب عليها بالهيراتيكي، وبتحتوي على كتابات من كتاب الموتى. في نهاية الحلقة حابب أشكر حضراتكم على متابعة
قناة حكاية قصر، وحابب أقول لكم وأوعدكم إن شاء الله إن الفترة اللي جاية هيكون في حلقات عن التاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي، وهيكون في حلقات قوية جدا. أتمنى تكونوا متابعين القناة علشان يوصلكم كل جديد، وحابب أسمع آرائكم في الكومنتات عن حلقة النهاردة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.